كده معانا اسلام الشحات، وكيل اعمال محمد مجدي قفشه، برضه نساله عن اللحظات الصعبه في حياه محمد مجدي قفشه، اللحظات الصعبه الاخيره يعني في حياه محمد مجدي قفشه. يا اسلام ازيك؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا، سعداء طبعا بوجودك معانا، وسعداء الحقيقه بمحمد مجدي قفشه ووجوده في النادي الاهلي. وبعد شويه هسمعك بقى شويه كلام مكتوب عليه، ايه حاجه كده يعني جميله جدا يعني. اولا انا سعيد ان انا مع حضرتك دلوقتي، اهلا بيك. واكيد احنا يعني فخورين جدا بأشياء ووجود دلوقتي في النادي الاهلي، ودي كانت حاجه يعني حلم كبير هو بيحلمه من هو فعلا صغير، زي ما وضح مع حضرتك هو ووالدي. أكيد طبعا الفترة اللي فاتت كانت عصيبة جدا، خدنا فعلا حوالي أسبوعين فيها شد وجذب وضغوطات بأشكال كتير. يعني هو ضغوطات عشان من ايه؟ أول عشان يوم ايه يا اسلام؟ الضغوطات دي كانت عشان ايه؟ شوية كان زي ما هو وضح من شوية مع حضرتك إن كان النادي بيراميدز كان حادث إنه يكمل الصفقة الإدارية مع نادي الزمالك. طبعا ده كان بس كان في لعيبه يعني تانية يعني موجوده، ولا هو هم لا عايزين هو مجدي قفشه. قفشه؟ لا شو ما هو لو حضرتك طبعا متهيألي هو الموسم اللي فات في اخر الموسم ما كانش بيشارك بشكل كبير، مظبوط. يمكن هو خرج شويه من احتراف النادي، وفي نفس الوقت احنا كنا قدينا رغبه ان هو يبدا يتحرك، لان يعني قفشه طبعا طموحه انه يكون موجود في منتخب مصر. ايوه المشاركه بالنسبه له هي اهم حاجه. واحنا كنا شهر يناير اللي فات جبنا له عرض واهتمام كبير من نادي فايبورغ في الدوري الالماني، واحد انديه برضه الدوري الاماراتي. لكن وقتها كان قفشه بيشارك وكان من العناصر الاساسيه في الفريق وكان مؤثر بشكل كبير، فطبعا العرض صوب بالضبط يعني. لكن بعد كده لما بدا خفيت تقل شويه، فطبعا عايزين نتحرك. ف يعني مش يعني هو قفشه عنده 23 سنه، لسه قدامه وقت كتير ان شاء الله في الملاعب، وعايز يكون بيلعب في منتخب مصر. هو بيلعب في مركز كمان يمكن الفتره الاخيره في مصر ما فيش قليل. برافو عليك، لعب صح بالظبط. فطبعا طول ما هو ما بيلعبش مش هيبقى موجود في المنتخب. بس فيمكن الرغبه فين خلاص، يعني النادي خلاص قفشه مش موجود في الاحتراف بشكل كبير، واحنا عايزين اللاعب يكون موجود في مكان يلعب. طبعا هو رغبته في اللعب النادي الاهلي يعني من فتره كبيره جدا، ومن ايام ما كان في نادي انبي طبعا. لكن ما حصلش نصيب وقتها. بعد ما يعني الفتره الاخيره من في مع نادي بيراميدز لما مشاركته بدات تقل شويه، وحصل بعدها ان احنا زي ما اتحركنا ان احنا طلبنا لو مش هيكون موجود بقى الموسم الجاي نشوف مكان كده. هم خلاص يعني تقريبا بعد كده ما بقاش موجود في الحفلات. وحصل الكلام الفتره الاخيره مع الكابتن مع الحاج محمد يوسف، كان مكلم قفشه كان اول حد يعني يتواصل معانا. جه بقى بعد كده لما خلاص بدات تظهر فكره ان خلاص ان شاء الله نادي بيراميدز يقدر يتعامل مع النادي الاهلي ويقدر في انتقالات ما بين الناديين، فبقى عندنا امل اكبر ان شاء الله ان الموضوع يقدر يتم. لكن كانت الرغبه بقى في ان ما فيش حل، ما كانش في لعيبه متاحه في نادي بيراميدز تقدر هتتحرك بشكل كبير غير قفشه، عشان كده كان مرغوب فيه ان هو يتم بصفقه تبادليه مع نادي الزمالك. فيمكن ده كان الضغط كبير جدا الفتره اللي فاتت. تحملته الضغط ده. يعني هو طبعا اصراره ورغبته طبعا، وكمان والده والبلد كلها زي ما وضح لحضرتك. ده كان ليه دور مهم جدا، وكمان صور النادي الاهلي يعني طبعا معروف. الصور دي بتنزلوها بالتعاون بينكم وبين بعض يعني، ولا هو كان بيعمل كده لوحده؟ ده سؤال مفاجئ اهو. الصور اللي كنت بتنزلها اللي فيها بتبقى لابس تيشيرت احمر او كده، كان في صوره قبل كده لابس فيها ابيض والله. يعني كنت صور على انستجرام يعني عادي. كنت منزل، مش مشكله. بس هي جت في وقت ان الاهلي بيتكلم فيه عليا، فالناس خدتها، الناس ربطت ده بالظبط. بس وعملت لايف، فالناس قالت ان قفشه طلع قال في اللايف انا اهلاوي يا جماعه واعملوا انتوا اللي عليكم بقى، انا مضيت وخلصت كل حاجه. وانت قلت كده؟
انا ما قلتش كده، الناس اللي طلعت قالت كده. بص يا كابتن، انا تملي وانا في نادي ايا كان النادي، انت دلوقتي تقدر تقول انت عايزه بالظبط. طبعا طبعا دلوقتي في نادي الاهلي اقول اللي انا عايزه. وانا في انبي يا كابتن قعدت 11 سنين، اقسم بالله العظيم عمري ما طلعت يا كابتن قلت جبت سيره نادي تاني. احتراما لنادي انبي يا كابتن ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا نادي انبي هو اللي عمل اسم محمد مجدي قفشه كبير طبعا. عمري في حياتي ما طلعت وانا في انبي قلت انا بشجع نادي الاهلي او قلت انا بشجع اي نادي تاني، مستحيل يا كابتن. احتراما للناس اللي ربيتني واحتراما للنادي انبي. اتفضل يا اسلام. انا حابب اوضح هذا كابتن ان احنا يعني اكيد في الفتره وجود اشرف مع نادي بيراميدز احنا كنا محترمين جدا تعاقدنا مع النادي، ومحترمين جدا النادي وكل الاشخاص المسؤوله فيه. يعني كل الاخبار اللي كانت بتطلع في المواقع وعلى السوشيال ميديا ما كانش يعني احنا ما كانش لنا علاقه خالص بيها ولا من قريب ولا من بعيد، احنا كنا بنتفاجئ بيها. الصور اللي اخشى بينزلها على الانستجرام صور طبيعيه، طب ما هو نفس صور شخصيه نزل نزل صور وهو بيتمرن في النادي مع المدرب في الاحمال في نادي بيراميدز. فكلها كانت حاجات عاديه، لكن الناس بتربط طبعا ما بين اللي بيتقال ده على السوشيال ميديا والموقع اللي احنا ما لناش علاقه بيه اصلا. وبالتالي خلصتوا الموضوع ووصل قفشه للنادي الاهلي ومضى. لو عايز تحكي لنا سريعا اللحظات الاخيره بقى اللي هي لغايه الساعه 9. احنا الاول الليله كمان اللي كانت قبل اليوم ده احنا لحد الساعه 4 الفجر الساعه 5 مع بعض ومكالمات على طول مع كابتن امير توفيق وكمان كابتن سلام حفيظ تواصل معاه وطمنوا ان الموضوع طبعا طول شويه وكان المفروض يخلص من قبلها بيوم. لكن تعطل في وقت ما كده بشكل مفاجئ، لكن كان الصراخ طبعا وال يعني رغبه ال قفشه طبعا رغبه النادي الاهلي في ان هو يكون موجود، كل ده كان شويه بيدينا حافز ان شاء الله الموضوع هيتم. لكن اخر بقى كام ساعه تحديدا واحنا قدام النادي الاهلي وقاعدين في العربيه مستنيين كابتن عميدي ياخد انتوا قاعدين في العربيه ما رضيتوش تخشوا بقى؟ انا قعدت في العربيه 3 ساعات. كم ساعه؟ 3 ساعات والله. 3 ساعات ابويا بيقول لي انت فين؟ اقول له في العربيه. ما والله قعدت في حته، قعدت في العربيه قدام النادي. اصل انت عارف حضرتك نادي الاهلي في مكان كمان يعني دخلت مكان 10 دقايق قلت لا نقعد في العربيه افضل. فطلعت قعدت في العربيه عشان ما حدش يشوفنا، عشان ابقى ما فيش لسه حاجه رسمي. فكنت قلقان شويه، قلت ابويا يكلمني اقول له انا في العربيه. اول ما اخش النادي الاهلي واخلص هكلمك. صحابي يكلموني اروح مصور لهم العربيه، اصور لهم الطريق يا جماعه لسه. اول ما جيت عند النادي الاهلي رحت مصور لهم النادي الاهلي، رحت مصور لهم قلت لهم انا داخل النادي الاهلي خلاص. اول ما الساعه 9 تقريبا الا ربع شويه. اول ما بصمت وخلصت رحت بعت الناس كلها عرفتهم، مصر كلها عرفت. طبعا الحمد لله. اسلام اتفضل يا اسلام. طبعا كنا مضغوطين كمان علشان الوقت، لان القيد الافريقي كان اخر الساعه 12 في نفس اليوم. فده برضه كان مزود التوتر شويه، احنا عايزين نلحق علشان هو يعني هو اصلا مش قادر يستنى انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي ويشارك في اول مباراه رسميه ان شاء الله مع النادي. عنده احلام وطموحات كبير جدا ان هو يرجع ان شاء الله يحقق بطولات كثيره مع النادي ويكون بيكرر هو طبعا والكباتن زمايله الموجودين في الجيل الحالي والفرقه الموجوده دلوقتي قرار انجازات بقى حضرتك كابتن اسلام والجيل التاريخي ان شاء الله للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. فكنا مضغوطين طبعا اخر ساعتين دول جدا، لكن الحمد لله يعني الامور تمت على خير وهو دلوقتي قافشين فيه. احنا اهو قافشين فيه، قافشين قافشين جامد. واحنا كنا قافشين في الاخر برضه، فالحمد لله الحمد لله ان الامور تمت. انا بشكرك شكرا جزيلا اسلام، ان شاء الله كل التوفيق ليك ولمحمد خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. وصلنا